أهلا بكم أصدقائي. اليوم في هذا الفيديو سوف تعرف كيف يمكنك تقطيع الليمون باستخدام السيجارة، بالإضافة إلى 6 رهانات أخرى مدهشة سوف تستطيع دائما أن تنتصر فيها. رقم 1، فتح زجاجة المياه الغازية باستخدام ورقة. قم بتطبيق الورقة من الطرفين لتستطيع فتح الزجاجة بها. قد لا يبدو لك هذا الأمر سهلاً عندما تستخدم ورقة واحدة، لكن كن متأكداً من أن صديقك سوف يرفع يده مندهشاً بعد أن يرى ما ستفعله. بعد ذلك قم بتطبيق الورقة إلى أن تصبح حزمة عريضة تقريباً بحجم الولاعة. بعد ذلك قم بالإمساك بعنق الزجاجة بإحدى اليدين، وباليد الأخرى افتح الزجاجة بالورقة مثل ما تفعل عند استخدامك للفتاحة. رقم 2، هل بإمكانك أن تجعل عبوة مياه غازية تقف على أحد جوانبها؟ للقيام بهذه الحيلة سوف تحتاج إلى عبوة فارغة من المياه الغازية. إذا جلبت علبة مياه غازية فارغة حجمها 33 لتر ووضعتها على زاوية 45 درجة فسوف تقف وتحافظ على توازنها. المدهش في الأمر هو أنها سوف تدور ولن تقع. رقم 3، إذا كان الحديث يدور حول الخدع التي يمكن أن تدهشك وتجعلك تحصل على زجاجة مياه غازية مجاناً من أصدقائك، يمكنك القيام ببعض الخدع السحرية. لكي تطلب من صديقك أن يقدم لك مشروباً مجانياً، اقترح عليه أن تقوم بخدعة باستخدام عصا تنظيف الأسنان. في البداية شاهد الفيديو لكي تفهم عن أي شيء أتحدث. اجلب عصا تنظيف الأسنان واجعل أحد أطرافها بين إصبعي السبابة والإبهام، ثم قم بثني الإصبع الأوسط الموجود في نفس اليد وضع على العصا الأولى عصا ثانية وأمسكها بإصبعك من الجهة الأخرى. إذا كنت قد فعلت كل ما ذكرته بشكل صحيح، سوف يكون من السهل على الإصبع الأوسط تحريك العصا الأولى، وبالتالي سوف تهتز العصا الثانية. رقم 4، وها هو رهان آخر قد جربته بنفسي. اطلب من صديقك أن يلتصق بالحائط من ناحية الجانب الأيسر، بحيث تكون يده وركبته وفخذه الأيسر ويده وكوعه ملتصقين بالحائط. بعد ذلك ستراه يضطر إلى تحريك قدمه اليمنى ولو لثانية واحدة، فلن يستطيع تثبيت قدمه على الأرض. يمكنك التمتع بهذه الخدعة. رقم 5، تقطيع الليمونة بواسطة السيجارة. لفعل هذا تحتاج إلى سيجارة وولاعة. قد يبدو لك أن السيجارة ليست حادة بالدرجة التي تجعلها يمكن أن تقطع ليمونة، ولكن في واقع الأمر هذا أمر ممكن. لكي تقوم بهذه الحيلة يجب عليك في البداية أن تقوم بإشعال السيجارة من جهة الفلتر ثم إطفائها. بعد ذلك قم بتطبيق طرفها بحيث تكون حادة بهذا الشكل. بعد ذلك سيكون الأمر بسيطا جدا، قم بتقطيع الليمونة بهذا الشكل، وبالتالي سيكون من السهل عليك تقطيعها إلى نصفين. هذا هو كل ما في الأمر، ها هو قد قمت بتقطيع الليمونة بواسطة السيجارة. رقم 6، وها هي حيلة أخرى باستخدام الكأس والعملة والسيجارة والكارت. هذه الحيلة سوف تساعدك على إدهاش أصدقائك وتجعلك تحصل على مشروب مجاني. قم بتغطية الكأس بالكارت أو بورقة اللعب ثم ضع عليه السيجارة بحيث يكون الفلتر إلى الأسفل. وضع على السيجارة من أعلى عملة هكذا. الفكرة هنا هي أن تجعل العملة تقع في الكأس دون أن تلمس أي شيء. حل هذا الأمر سهل، يجب عليك أن تقوم بالنفخ في الكارت في اتجاه واحد، وبالتالي فإن العملة الثقيلة سوف تقع في الكأس. رقم 7، الآن الخدعة التي يمكنك أن تدهشني أنا بها. قم بمتابعة القناة واضغط على زر الإعجاب.